في ذروة التوسع الإيراني في المنطقة العربية، وتمكن طهران من بسط نفوذها وتأثيرها على العديد من الدول بدءا من العراق مرورا بسوريا ولبنان وليس أخيرا اليمن، وبدأت محاولاتها في البحرين والتي باتت نصب أعين طهران كمقدمة لمحاولات اختراق دول مجلس التعاون الخليجي. مواطنون أكدوا للحقيقة الدولية أن أطماع الإيرانيين باتت تشكل الخطر المحدق بالأمة العربية، مبينين أنه يجب على الدول العربية الحذر في التعامل معها سياسيا واقتصاديا. وأكد آخرون أن العدو الحقيقي هو الكيان الصهيوني، وهو من يتيح للأطماع الإيرانية التوسع. والله أول شيء فرض قيود على الإيرانيين وعدم السماح لهم بالتملك داخل المملكة والحذر. الأمة العربية كمان هاي زي مرض السرطان، وين ما يجي صعب استئصاله، فاللي بده يعني المفروض أنه نتجنبهم. نعم والله ما يعني مشكلتهم غير معروفين التوجهات، وهاي المصيبة انهم مش معروف شو اللي بدهم اياه بالضبط، لكن خطر. نعم انا برايي الاطماع مش محصوره بدوله، الاطماع دائما محصوره بضعف اي امه او اي منطقه. اذا احنا ضعفنا كل الاشخاص راح تطمع فينا بغض النظر عن الايرانيين او غيرها. الضعف مش بس عسكري، اقتصادي، علمي، مادي، الضعف حتى البعد عن المبادئ الأساسية اللي بتوحدنا، هذا الضعف هو اللي بيسمح لأي أشخاص. احنا مش لازم بس نتوجه للإيرانيين، الإسرائيليين لهم أطماع، الأمريكان، الروس، كل الشعوب العالم لهم أطماع بمنطقتنا، لأن منطقتنا هي منطقة قوية، منطقة وسطية. العالم البدايات بدأت من الشرق، كل البدايات في العالم بدأت من الشرق، ما في بداية إلا بالشرق. إحنا الشرق، كل العالم طامع فينا، إذا إحنا راح نتقوى حتى ما نسي نفكر كيف ندافع عنا بس أطماع الإيرانيين، عن أطماع كل العالم. قوتنا العلمية، إحنا قاعدين نبعد عن العلم، أسأل العالم بيتجه عن العلم. في اعتقادي الأهم من هذا أن ننظر للأطماع الأطماع إسرائيل في الأمة العربية والأمة الإسلامية، بدل أن نكون أو نأتي بعدو جديد نتناف وهو الذي معنا في محاربته لإسرائيل. فهذه الأولوية الأولى، وبعد أن ننتهي أو نخلص من قضية إسرائيل بعد ذلك نحن وإيران سنجد لكل واحد يأخذ حقوقه. والله كل دولة أطماع، يعني أطماع هنا بيقولوا خليج الفارسي بدل الخليج العربي، يعني هاي معروفة. وهاي الجزر شو اسمه اللي تبع الإمارات مش ماخذيته مثل الجزر، وهي مع هذا الإمارات جمع علاقات وتجارة معها، يعني خطر محدق. يعني هاي الإمارات حتى بتشكي إنه أخذ جزرها وما حدا بتتعاون معها. يعني بدهم يسيطروا بشكل عام على الدول العربية ويحتلوا شغلات كثيرة في الدول العربية. بس احنا نظبط حالنا، يعني بس احنا بس يعني مش هم العدو الرئيسي حقيقة. يعني انا بالنسبة لي بوصلتنا غربة مش شرق، اكيد بدك شغل من عندنا ومن عندهم، يعني توعي للناس اكثر شيء. يعني المستوى السياسي هو حر بحاله، لكن احنا كشعوب بدنا توعي في بين بعضنا ونتأكد انه بوصلتنا غربة مش شرق. طبعا ايران دولة فارسية، وحقيقة هي عندها مطامع التوسع والقضاء على، خلينا نقول، على قيد الإسلامية بشكل عام. نعم. كيف يمكن المقاومة الفلسطينية؟ التحذير منهم وعدم، خلينا نقول، تطبيعهم. يعني نعدهم أصل الدولة الإيرانية مؤسسينها من اليهود. أكيد. كيف؟ أخطار سياسية كتير للإيرانيين. يعني احنا مبدئيا اللي هو نبعد عن القيادة اللي هي الإيرانية، العلاقات اللي معها. الشغلة الثانية اللي هي التوسع الشيوعي عندنا في البلد برضو نحاول نقضي عليه، وبدول الخليج بالذات. يعني هذا بده تكاتف ليس محلي فقط بل دولي.